لا ضد البحرين ولا ضد الأردن. يعني تقصد أرجوكم عطوني الهدف الثاني، عطوني الهدف الأول لماليزيا أرجوك بوسهيل، عطني الهدف الأول. زين بس شوف هدف ماليزيا الأول اللي تسجل في شوف مرمى حليم منتخب الكرة. اللي هو سجلها اللاعب فيصل حليم، وكان واحد ضد واحد مع مدافع بريشيا وأمام حارس كوريا اللي أنا للأمانة استغربت. خلنا نشوف الحالة، خلنا نشوف النتيجة 1-0 كوريا. هذا الآن الهدف الدقيقة 50 مع بداية الشوط الثاني بعد مرور 6 دقائق. شوف التمريرة للخلف في ظل وجود 3 لاعبين، أوكي ضغط تمام انقطعت، لاعب كوريا خلص. يلعب في الدوري الألماني. شوف هذا مدافع بريشيا، شوف الآن وشوف الحارس أثناء التسديد. شوف شوف بوسهيل، يعني حالة للأمانة أوكي بلوك، الحين بيعمل له بلوك تمام، يقوم مرة ثانية حالة غريبة جدا. شوف الحارس بوسهيل كمان، شوف اللحظة اللي شات فيها اللاعب الكرة حارس منتخب كوريا في اللحظة، يعني أقل حاجة تمد إيدك، أقل حاجة تعمل بلوك على مسار الكرة. هذه ترجع لمهارة لاعب، ترجع لمهارة لاعب. يمكن أنتم تشوفونها بهالطريقة، لكن أنا بصراحة لا يعني ترجع لمهارة لاعب صراحة. لحظة التسديد، هل تتوقع الحارس أنه بيلعبها في المرمى ولا ممكن يعرضها؟ أوكي الآن لا لحظة التسديد ممكن ترجع ليها لحظة أصلاً حتى المدافع ما توقع أنه راح يسدد في المرمى. عشان بس التوضيح فقط، لحظة التسديد أنا نحن وأنتم كلكم جميعا تتابعون كرة القدم من زمان، شوف البلوك اللي يعملونه بعيد 3-4 خطوات، البلوك يكون دائما سلايت قريب على الكرة. شوف الآن محمد لحظة فردي دقيقة وليس متعمد دقيقة شوف الآن لحظة التسديد، شوف يدين حارس يا بعيد هاي الزاوية تتوقع انه بيسجل؟ لا خليك منطقي يعني. بغض النظر لا صراحة انا بصراحة يعني كان عندي شك بان نتائج المباريات اليوم كان فيها خلنا نقول تعمد لعدم الظهور الاول او عدم لا هذا تكلمنا من بداية البطولة، اصبح الحديث الكل ما يبغى يطلع في صدارة المجموعة عشان ما يواجه المنتخبات. أنت الكل يبغى يركز، الكل يبغى يقابل صاحب المركز الثالث في كل مجموعة عشان كان حديث تقيا يكون هو الأضعف. ولكن حتى الثوالث مو بهينين ترى، هذا بتكلم عن منو أنت؟ ما في اليوم فريق، ما في فريق سهل وما في مباراة سهلة، والنتائج أثبتت. أنت تعرف أن ممكن منتخب الحين حاليا كوريا بتواجه من؟ السعودية. لا تواجه السعودية صحيح. ممكن ما تواجه السعودية يمكن إذا خسرت من السعودية من خسرت من تايلاند ممكن بس صحيح. أنا الحين أترك الجميع وركز لي على منتخب اليابان، الكل أنا ما طريت لا السعودية ولا طريت حتى منتخب عمان ولا حتى طريت منتخب تايلاند اللي هو الثاني الآن مع أو متعادل مع السعودية في النقاط، أنا ما طريتهم، أنا طريت فقط اليابان. زين الجميع تجنب صدارة هذه المجموعة لمواجهة اليابان، هذه في وجهة نظري شفتها اليوم حتى في بعض الحالات اللي كانت فارقة. نرجع حتى حق ركلة الجزاء يا رجل، النتيجة 1-1. أنا ما أسألك، أنا بسألك علي أنا بسألك سؤال، إذا أنت كنت مسؤول عن المنتخب بتتجنب تواجه المنتخب الياباني؟ لو أكون أنا مسؤول عن المنتخب أتجنب مواجهة المنتخب الياباني وأنا رايح أنت رايح كمبدأ كرة قدم؟ لا طبعا ما أتجنب. خلنا لا كمبدأ الحين تتكلم أنت، ترى في النهاية بعد تبغي تأخذ البطولة ستيب باي ستيب. لا ما تاخذها وانت عندك لا 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 الحين انت لا ما تاخذها وانت عندك خوف من اي منتخب، تاخذها وانت واثق من امكانياتك هذا وانك انت الافضل، هذا واقع. لك انت في النهايه بعد تبغي الاريحيه لك انك انت تمشي وتكون حظوظك دائما حاضره. انا الامانه شوف يعني خلنا نقول الحين يعني انا من فتره طويله لاول مره اشوف مشهد مستشارك ما جاوب، مستشاري ما جاوب اوكي لكن بيتحمل مسؤوليه معاي. على فكره خلنا نشوف ركله الجزاء مع بعض، وهي اوضح من الحاله اللي انا جبت لك اياها. نتيجه 1-1، كرة ميتة، اللاعب ما عنده سيطرة كاملة على الكرة، بيتكلم عنها مسلم أعتقد من من جانب تحكيمي لكن من جانب فني. وبعدين أنت تتكلم عن منو؟ تتكلم عن لاعبين محترفين في أوروبا، يعني ما تتكلم عن لاعب هاوي يدخل عليه بهالعنف في خط ال 18. أنا أشوف أن المنتخب الكوري تعمد عدم مواجهة اليابان ومو بغلط، هذا شيء ثاني. أنا أقول لك هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. أنا صراحة أنا أعارض هذا المبدأ، اللي يتعمد ما يسجل لك هدف ثالث في الدقيقة 7 وقت الضايع، اللي يتعمد ما يقعد لين آخر دقيقة ويهاجم ويهاجم ويبغى يسجل الرابع على ماليزيا. ولذلك ماليزيا استغل المساحات الخلفية لمنتخب كوريا في التحولات السريعة واستطاع أن يسجل التعادل. ماليزيا اليوم يجب أن نعطي ماليزيا حقه يا طارق، ماليزيا قدم مباراة كبيرة. وبعدين ترى حتى مستوى كوريا مش هذاك المستوى اللي كنا نتغنى فيه قبل البطولة، والدليل أمام الأردن كان هو خسران لين آخر دقيقة وتسجل هدف بالخطأ عن طريق يزن العرب.
شوف الأردن كان أفضل، كان هو خسران أساساً أمام الأردن. هذه ركلة الجزاء كابتن أحمد، شوف 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 الحالي، شوف الآن لما تروح على الطرف. هذا الهدف الثالث. الهدف الثالث هذا بعد. أوكي أوكي نشوف الاثنين ثلاث محاور مش قادرين يقطعون الكرة من اللاعب فيصل، وهذا المنتخب اللي ما سجل ولا هدف لا في المباراة الأولى ولا في المباراة الثانية اليوم سجل ثلاث أهداف. نعم. الضغط على رأس. ليش ما تقول إن منتخب كوريا ضعيف؟ اليوم كان ضعيف. أيوه. لا مباراة مباراة الأردن. نعم صحيح. اليوم ما عليه علي مباراة منتخب الأردن، مباراة منتخب الأردن أنت ما زلت بعيد عن حسابات ما تعرف إنه بتجابل. ما عليه. إحنا ما لكن اليوم أنت تتكلم فنياً. هذه المجموعة تتكلم فنياً مش حسابات. منتخب الكوري ما قدم لك في البطولة المباراة الأولى أمام صح. المنتخب البحريني صح. الشوط الثاني نعم، الشوط الأول لا. نعم. أوكي. خلنا نكون متفقين فنياً. ما عليه. أوكي كمل. كوريا. كمل. كمل. الشوط مباراة الثانية ويا الأردن، الأردن أفضل منه كثير. صح. ممتاز. المباراة الثالثة الحين ويا ماليزيا. أيوة. ليش ما تقول هذا مستوى منتخب كوريا؟ شكرا. نعم. قلت وجهة نظرك. مستوى. صح؟ كم مستوى؟ أوكي. متى أنت أصلا تعرف إنه بتقابل من وتقابل؟ أنت اليوم تلعب وفي عندك ثمان منتخبات من 16. لا. إحنا ما يبنا طاري. محمد لازم أكمل الفكرة، خلوني أكمل الفكرة. المباراة الأخيرة هي اللي من خلالها تعرف اليوم هم يلعبون، هم آخر أربع منتخبات راح يلعبون. يعني قبلهم في منتخبات صعدت وهم عارفين من اللي صعد. يفرق لما انت تلعب في الجوله الثانيه وانت مش عارف اصلا منو بيكون في المجموعات الاخرى متصدر او غيره. انا اقول لك وجهه نظري بناء على مشاهداتي الفنيه في مباراه اليوم، منتخب ماليزيا مباراتين متتاليتين ما يسجل ولا هدف، حتى توقع فرص التهديف كانت عنده على مستوى ضعيف جدا. يقابل احد المرشحين يا اخواني، ما يقابل منتخب معاه في نفس الليفل، يقابل احد المرشحين. هدفين الاول والثاني فيهن حالات فنية أنا شاهدتها. أنا ما أتكلم الحين عن أي حاجة أخرى، لا نتكلم عن خلنا نقول يعني في اتفاق بينهم أو صوت إفر، أنا أتكلم عن حالات فنية من مدافعين. مدافع يلعب في الدوري الإيطالي يعمل لي بلوك على لاعب واللاعب بينه وبين 2 متر، هذه وين صارت؟ حارس يطلع لي بلوك ويرمي نفسه في زاوية واللاعب كاسر. يعني في حالات أنا أشوفها كفني ما أتكلم من أي منظور آخر، كانت بالنسبة لي غريبة جدا، أعطتني شعور بأن فعلاً المنتخب الكوري ما يبقى جاب المنتخب الياباني. وجهة نظر. ما تحتاج محامي. لا لا ما نتفق وياك لأن بعد ما جاوبتنا على السؤال الأول، كوريا كيف عندهم أخطاء كثيرة فنياً في مباراة البحرين. أنا كنت موجود في البحرين. والبحرين قدرت أن ترجع للمباراة وسجلت التعادل. لولا العامل البدني. الدقيقة 75 سجلوا هدف. هذه هاي النقطة اللي أنا أبغى أوصلها لك علي. كوريا مباراة ما ظهر بشكل فني أنه ممكن تعتبره، احنا كنا كوريا مرشحينها للبطولة، لكن في دور المجموعات كوريا لم تقدم أي شيء حتى الآن فنيا. المباراة الأولى أمام البحرين المنتخب الكوري بسهيل، المنتخب البحريني كان مقدم مباراة على مستوى عالي وخرج منها مهزوم أمام المنتخب الكوري. نعم. شوط واحد ما يحتاج هم يفكر بهالطريقه. هو كمنتخب كوري او كلينزمان، انا بسالك سؤال، انا سالتك هذا السؤال، منتخب كوري المنتخب الكوري قدم اداء فني يشفع له في الثلاث مباريات؟ المباراه الاولى قدم مباراه كبيره، المباراه الثانيه المباراه الاولى قدم مباراه كبيره، كسب البحرين في افتتاح البطوله بنتيجه يعني تعتبر بالنسبه له مريحه. يا مباراه الاردن احنا اوكي المباراه مباراه الاردن البحرين السؤال. شوف السؤال في مباراه الاردن، هل هو كان مستوى كوريا المتدني ولا مستوى الأردن اللي كان مستوى كبير؟ ما عليه. الأردن كان مقدم مستوى كبير. ليش ما تعكسها؟ ليش ما تقول ماليزيا مستواها كبير اليوم كان؟ لأني ما شفت من ماليزيا أي حاجة في. وليش ما شفت من هدف؟ ليش ما شفت من منتخب الأردن اليوم أمام البحرين؟ جاوبني. هذا أنا بنتقل الحين لمباراة البحرين. لازم تنصف. طبعًا بس مباراة الأردن موضوع مختلف. لا لا مش مختلف، إذا اليوم البحرين هي الأفضل. صحيح. ليش ما شاهدنا البحرين في مباراة الأولى ويا كوريا بهالأداء؟ ليش ما شاهدنا البحرين أمام ماليزيا بهذا الأداء؟ ليش ما شاهدنا الأردن ما قدموه في مباراة ماليزيا ومباراة كوريا أمام البحرين اليوم بهالأداء؟ أنا أتفق معك. أنا بروح لمباراة الأردن والبحرين، لكن بنذهب أول شيء لزميلنا محمود الحسني اللي رصد لنا ردود الفعل مع اللاعبين بعد نهاية المباراة. شكرا لك طارق، إذا نبارك للمنتخبين العربيين الصعود من هذه المجموعة، البحرين كثاني المجموعة والأردن كثالث المجموعة. ينضم لي في هذه الأثناء يزن نعيمات لاعب المنتخب الأردني، مبارك لكم هذا الصعود يزن. ما شفنا الأداء والمستوى اللي شفناه في مباراة كوريا، هل حسابات التأهل والمراكز بالنسبة لهذه المجموعة أثرت على مستوى المباراة اليوم للمنتخبين؟ نتكلم
بالعكس يعني نقطة خسارة يعني بصراحة ما كنا نستاهلها يعني. سجلوا الهدف في الشوط الأول، الشوط الثاني كنا احنا أقرب لتسجيل الهدف، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني. حتى شفنا يعني المنتخب الكوري آخر الدقائق سجل هدف فوز يعني مع المنتخب الماليزي، فيمكن ظروف المباراة والكابتن حب يريح بعض اللاعبين بسبب الكروت الصفر عشان اللقاء القادم دور 16 يعني أكيد أهم من المباراة. لكن يزن ما شفنا بصراحة رغبة كبيرة يعني، خصوصا بعد 1-0 في الدقائق الأخيرة شفنا المنتخب الأردني يستحوذ، بس أقصد ما شفنا رغبة على المرمى أنكم تسجلون التعادل. كان هناك رغبة بالعكس يعني، كان هناك رغبة وكنا يمكن تزداد المرمى عندنا أكثر من المنتخب البحريني، لكن زي ما حكيت لك يعني ممكن التغييرات أثرت كثير وبس يعني الحمد لله على التأهل يعني. ألف مبروك. طيب نقطة أخيرة، الجاي إن شاء الله أتوقع على الحسابات اللي قاعدين نحسبها في الدقائق الأخيرة أتوقع مباراتكم بتكون مع قطر في دور 16، فشو بالنسبة للقادم؟ والله لا أعلم مع مين لقاءنا، لكن اللي بيجي حيا الله يعني، إن شاء الله إحنا قادرين أكيد جاهزين أي وقت وجاهزين مع أي منتخب إنه نلعب يعني. دور 16 فيش المغلوب أوت يعني، ما في وقت للتعويض زي دور المجموعات، الحمد لله على التأهل. بالتوفيق. الله يسعدك حبيبي. يزن النعيمات إذن هو من كان ضيفي في هذه الأثناء، أيضا بانتظار لاعبي منتخب البحرين في اللحظات القادمة. طارق يزيد أيضا ينضم لي، الكابتن يزيد أبو ليلى حارس المنتخب الأردني، مسي عليك بالخير ونبارك لكم هذا الصعود وهذا الفوز. لكن مثل ما تكلمت مع يزن، ما شفنا الأداء يزيد اللي شفناه في مباراة كوريا، هل حسابات التأهل أثرت؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. زي ما بتعرف إحنا كنا حاصدين بطاقة التأهل قبل ما نلعب، فالكابتن بتعرف يعني لاعبين عندهم انذارين وعندهم يعني خايف عليهم ينحرموا، وزي ما بتعرف إنه إحنا بحاجة جميع اللاعبين، حب يعطي فرص للاعبين يأدوا، لأنه اللاعبين الحمد لله بيستاهلوا الجميع إنه يلعب التمارين بيأدوا اللي عليهم. لكن اليوم ما كنا بيومنا وقدر الله ما شاء فعل، ومنبارك لمنتخب البحرين كان بيستاهل التأهل، وإن شاء الله بنوع جمهورنا إنه تعدى دور 16. هلا كل تركيزنا على دور 16 بإذن الله إنه نعدي هذا الدور ونوصل للأدوار النهائية. المباراة القادمة على حسب اللي حسبناه وشفناه المتوقع أنها تكون مع قطر المستضيف وحامل اللقب، فشو بالنسبة للمباراة القادمة؟ طبعا أكيد يعني هو دولة قطر زي ما حكيت المستضيف وحامل اللقب، منتخب قطر منتخب قوي ومنتخب له اسمه، لكن إن شاء الله إنه الكابتن يعني يعمل استعداد قوي لهذا المباراة، وإحنا كلاعبين حاسين بقدر المسؤولية. بتعرف هذا الدور ما في ولا فريق سهل، أي منتخب يصل لهذا الدور هو منتخب منظم منتخب قوي وكل منتخبات مرشحة. التوفيق يا حبيبي. شكرا يزيد أبو ليلى حارس المنتخب الأردني، هذا الجانب الأردني بعد هذه المباراة، وبعد لحظات إن شاء الله بنتواصل معك طارق أيضا مع الجانب الآخر في المنتخب البحريني بعد صعود المنتخبين من هذه المجموعة. إليك طارق. شكرا لك محمود الحسني. إذن بكل تأكيد يعني نبارك للأشقاء منتخب البحرين وأيضا للأشقاء منتخب الأردن صعودهم للمرحلة الثانية. منتخب البحرين أحمد قدم مباراة فنيا كنا نتمنى نشاهده من بداية البطولة فنيا. بالضبط شاهدنا، والسبب في هذا الشيء أخوي طارق مثل ما قلنا قبل المباراة التغييرات اللي عملها بيزي، الأسماء اللي أدخلها هي اللي عملت اللي فرقت. بالضبط. أولها المهاجم عبد الله يوسف، شفنا انطلاقاته، شفنا تحركاته، شفنا إنهائه، ثقته العالية أمام الهدف بغض النظر عن الهدف، خلال دقائق اللي لعبها قتاليته على كل كرة أمام من؟ أمام 5 مدافعين كان حاطم حسين عموته في الخلف. حلو؟ من كان يقابل؟ علي مدني من الخلف ومحمد مرهون وعبد الله يوسف. فوق هذا كله شفنا اليوم مشاركة جاسم الشحري في نص الميدان اللي بديل سيموس أتيدي، أدى بشكل جدا ممتاز. كذلك الباك الشمال الخلاصي اللي بالفعل ما أشعرنا أنه هو بديل، لا بالعكس كأنه أساسي ويلعب بداية البطولة. الفريق اليوم أدى مباراة متكاملة على أكمل وجه، كان هو الأخطر صراحة بغض النظر، صحيح أنه كان الفريق الأردني متسيد ولكن البحرين قدر ياخذ هو الأهم. وبالفعل شوف لما تلعب اليوم أنت على فرصة واحدة وتحت الضغط يطلع هني الإبداع. دائما ليش يقول لك الضغط يولد الانفجار؟ اليوم شفنا بالفعل تحس لعبة المنتخب البحريني منفجرين في الملعب، بأي طريقة يبون يفوزون يبون ياخذون، ما يهمون منه راح يقابلون، أهم شيء ياخذ 3 نقاط
من هذه المباراة. نقدر على فكرة بس ملاحظة بسيطة يعني تغيير كوميل الأسود وتغيير مرهون كان بعد ما سجل منتخب ماليزيا الهدف الثاني مباشرة. يعني سجل المنتخب بعد بتدخلها بهالمباراة سجل المنتخب الماليزي هدف 2-1 تصدر البحرين. بيتزي سحب كوميل وسحب مرهون على اساس ان نتوقع ان ضمن التاهل، فيمكن وصلت المعلومه ان ضمن التاهل فعلشان كذي سحبهم. هاي وجهه نظري في الموضوع. من اي ناحيه؟ انا ما فهمتها. من ناحيه ان ضمن التاهل يعني بما معناه ان اليوم خلينا نكون منطقيين. طبعا هو التعادل كان ضامن التاهل، التعادل يضمن التاهل. الحين ضمنه اكثر يعني بالانتصار يعتبر، لان هناك عرف ان الكوريين خسرانين 2-1 فسحب افضل اثنين، ولا مباراه عاديه اخرى مستحيل يسحب افضل اثنين عنده بالفريق. سحب افضل اثنين كوميل وعلي مدن، هم الاثنين اللي ماسكين كوره. انت متقدم تبغى تحافظ على النتيجه، بتحافظ على النتيجه بالاحتفاظ بالكوره بعد الاول. منو البدلاء ماله؟ البدلاء اللي اشركهم اقل عن علي واقل عن كوميل، لكن دورهم شو؟ دفاعي. صحيح دورهم دفاعي. صحيح. بس صحيح. في ظروف صحيح. اخرى ما اعتقد ان يطلعهم. لا بغض النظر، بغض النظر حتى لو كان يطالع النتائج الاخرى، ولكن هو رايح يبي ياخذ 3 نقاط وكان يعرف. وعلى فكره لين الدقيقه 90 او 91 كوريا وماليزيا متعادلين وهو متصدر وعارف انه متصدر، ويبي يحافظ فوق هذا، يبي يحافظ على الفوز. فهني يبين لك رغبه بيتزي ووضوحه، ما يهمه منه يقابل. فاليابان الفريق الوحيد اللي ما كان يعني يحسسك انه مو خايف من اليابان هو منتخب البحرين. ما كان يهمه منه يتعادل من الفوز، كان يبي يفوز ياخذ 3 نقاط. وكان وشفنا فرحتهم بعد ما انتهت المباراه وهو متصدر، شفنا الفرحة وهو متصدر، مو متصدر وخايف، لا متصدر وخايف أو بجاب اليابان، لا الكل فرحان الكل مستانس. حتى لا بالفعل فريق استحق الفوز، فريق مقدم مباراة كبيرة. جميل. ونتمنى أنه يوصل لأبعد من هذا إن شاء الله. نرجع مرة ثانية لزميلنا محمود الحسنية، الكلمة إلى محمود. شكرا لك طارق، نعود مرة أخرى وهذه المرة مع الكابتن كوميل الأسود لاعب المنتخب البحريني. نمس عليك بالخير ونقول لك مبروك هذا الصعود. اليوم شفنا رغبة بالرغم من حسابات التأهل المركز الثاني الأول الثالث، لكن شفنا رغبة من المنتخب البحريني فوز وتسجيل ومباراة صعبة في الدور القادم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الفوز التأهل، نقول ألف مبروك لجماهيرنا اللي حضرت واللي تساندنا من البحرين. نفس ما قلت مباراة صعبة، احنا دخلنا للفوز ولا ربنا يكتب لنا في الخير والصلاح. الدور القادم صعب كذلك بالنسبة للمنتخب البحريني. كوميل كيف تشوفونه؟ أكيد الحين المباراة راح تكون صعبة على الجميع، أدوار إقصائية راح نحضر وإن شاء الله نفس ما قلت لك اللي ربنا يكتب لنا في الخير والصلاح. جاهزين؟ جاهزين بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله جميع إن شاء الله. مشكور. شكرا لك. هذا كان الكابتن كوميل الأسود من جانب المنتخب البحريني. أيضا علي مدن، علي مدن بينضم لي في هذه الأثناء أيضا. نحن بس منتظرين موجود في الممر. طيب أوكي، علي مدن اتجه إلى الجانب الآخر بانتظار احنا لاعبي منتخب البحرين، واذا قدرنا في اللحظات القادمه ان شاء الله بنرجع لك طارق. تعود لك الكلمه. طبعا اشكر محمود الحسني المتواجد هناك في استاد خليفه الدولي لرصد ردود الفعل بعد تاهل المنتخب البحريني الشقيق. مره ثانيه اذا نعود مره ثانيه لزميلنا محمود ولقاءاته مع نهايه المباراه. شكرا لك طارق. ينضم لي في هذه الأثناء الكابتن عبد الله يوسف اللي قدم مباراة كبيرة في مباراة اليوم. عبد الله نمس عليك بالخير ومبارك لكم هذا الصعود، ومبارك لك أنت شخصيا الأداء الكبير اللي ظهرت فيه في مباراة اليوم. الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من رب العالمين. دخلنا بنية الفوز، 3 نقاط عشان ما ندخل في حسابات أول ثاني ثالث. الحمد لله أخذنا الأهم وتأهلنا من المجموعة. عبد الله في المباراة الأولى والمباراة الثانية شفناك خيار موجود على الدكة، اليوم تبدأ أساسي وتقوم بالواجب وأكثر، فكيف تكلمني عن النقطة هذه؟ احنا بعد هذا الأداء نبغى نشوفك دائما موجود في الملعب. الحمد لله رب العالمين، أنا دائما تحت أمر المدرب والبلد، هاي قرار مدرب واحترم قراره، والحمد لله وقت أي وقت يكون يحتاج للمدرب أنا جاهز 100%. والكل كلنا فريق واحد، اي واحد يلعب عبد الله وغيره طموح واحد ان نتاهل من المجموعه وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. شو تعودون الجماهير البحرينيه في دور ال 16؟ كل خير ان شاء الله، نشكرهم على الحضور على العنوه من البحرين،
نعرف أن من أمس ناس طلعت، ناس من اليوم الصبح حكم المباراة تكون بدري الظهر. الحمد لله نشكرهم، نشكرهم على التعب اللي وصلوا لنا، وإن شاء الله إن شاء الله نفرحهم في الغادم. التوفيق خليك. شكرا لك عبد الله يوسف، المهاجم المميز واللي سجل حضوره بشكل قوي اليوم، واللي كان في الأسماء الموجودة على الدكة في المباراتين الماضيتين، ولكنه مثل ما تحدث هو رهن إشارة المدرب. نتمنى له التوفيق، نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخبين اللي صعدوا من هذه المجموعة، المنتخبين العربيين الأردن والبحرين كذلك في قادم المباريات والمنافسة. طارق، هذا كل ما لدي من لقاءات الملعب، وإن شاء الله أن استطعنا أكيد بنتواصل مع الاستوديو أو سنسجل اللقاءات لأبوظبي الرياضية في المنطقة المختلطة. تعود لك الكلمة في الاستوديو. شكرا لك يا محمود الحسني. كان عندك تعليق أحمد على المنتخب الأردني؟ نعم، منتخب الأردني أعتقد اليوم الكابتن حسين عموتة عرف وتيقن الفارق الجاب ما بين الأساسي والاحتياطي، وشفنا هذا في أرضية الملعب. كنا متوقعين من أبو جلبوش وبني ياسين وفادي عوض اللي دخلوا أن يعطون الإضافة، ولكن ما شفنا، وبالأخص فادي عوض لما أنت تخلص مباراة التقييم مالك 5.7 في الحصة التدريبية يبون أكثر من هذا التقييم. أنت مباراة وأمام البحرين وكأس آسيا تي 5.7 لا، والدليل وفوق هذا محترف في ماليزيا وفريقه ثامن الدوري. انت لو تام في الوحدات ونافس في الدوري المحلي ولعب في الاتحاد الاسيوي افضل ما اروح ماليزيا وقع ثامن الدوري. وبالتالي اعتقد هذه فرصه بينت الفارق حق حسين عموته في هذه المباراه. هني الرسم البياني بالنسبه للمنتخبات اللي متاهله. قطر طبعا المباراه يوم الاحد اللي راح تكون دور 16، منتخب طاجكستان في مواجهه منتخبنا الابيض الاماراتي، العراق في انتظار ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، أستراليا راح تقابل أيضا ثالث المجموعة الأولى أو الثالث أو الثالثة أو الرابعة، قطر راح تواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، أوزبكستان راح تواجه ثاني المجموعة السادسة، مجموعة السعودية اللي ممكن بعد بيكون فيها اللي يتجنب اللي يطلع الأول في مجموعة السعودية بين السعودية وتايلند راح يقابل كوريا، الثاني راح يقابل أوزبكستان، بين السعودية وتايلند الخاسر فيهم هو المستفيد. من صحيح. أفضل للسعودية؟ أفضل السعودية أوزبكستان عن كوريا الجنوبية، والمباراة اليوم المساء نشوف شو يصير. يعني عادي إذا أنا عندي مو بعادي، بس أنا أقول لك الفكرة. تتكلم أنا هاللي بوصله. البحرين في مواجهة اليابان طبعا، إيران في مواجهة المنتخب السوري، وبنغلق الحديث الفني.